الفنانة سعاد أحمد أم حميدة مرات حنفي إلى نفسة ماري مونيب وعاشت حياة مأساوية تسببت في حزن زوجها ودخوله في اكتئاب بعد رحيلها. أهلا بكم في قناتي أخبار الفنانين مع إيمي لسه مشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت. اشتهرت بدور الحمية اللي قدرت تقدمه بشكل مختلف وأثارت غيرة ماري مونيب بطريقتها وهي بتنادي على الفنان عبد الفتاح القصري وتقول له حنفي. مثلت الست المصرية بجبروتها وشدتها على الراجل في فيلم ابن حميدو، حبها الجمهور وبالرغم من أدوارها الصغيرة إلى أنها قدرت تلفت الأنظار ليها في عالم الكوميديا. اتولدت سعاد أحمد في 29 مارس 1907 في منطقة الدرب الأصفر بالقاهرة لأسرة متوسطة الحال، والدها كان نجار وتوفى وهي عندها 13 سنة، فاضطرت للخروج للعمل بائعة في محل ماني فاتورة حتى تساعد والدتها التي كانت تمتهن مهنة الحياكة في الإنفاق على المنزل الذي كان فيها أخوتها الصغار حسنات ورجوات. وعملت سعاد أحمد في شارع عماد الدين مونولوجيست حتى شاهدها المخرج توجا مزروحي ذات مرة وأعجب بخفة دمها الشديدة وعرض عليها العمل بالسينما، فترددت في البداية الأمر اللي خلاها تفكر ثم وافقت في النهاية، وكان أول دور ليها في فيلم العز بهدلة سنة 1937 مع الفنان شالوم، ثم قدمها لتتحول من مونولوجيست في عماد الدين إلى ممثلة، مش أي ممثلة، ممثلة بارعة. بداية سعاد أحمد الفنية قدمها توجا مزروحي في سنة 1940 لتشارك الفنان الكبير علي الكسار في بطولة فيلم ألف ليلة وليلة، ثم انطلق القطار بها القطار الفني على مدار 28 عام، بلغ رصيدها الفني أكثر من 51 فيلم من أبرزها دور أم حميدة في فيلم ابن حميدو، فيلم لهاليبو مع نعيم عيك وشكري سرحان وغرام وانتقام مع أسمهان وأنور وجدي، وفيلم سمارة مع تحية كاريوك وعنتر ولبلب مع الفنان شكوك وسراج منير، والخمسة جنيه مع نعيم عيك، فيلم زينب مع فريد شوقي ورأي إبراهيم ويحيى شاهين، القلب ليه أحكام مع فاتي الحمامة وأحمد رمزي وسراج منير، الأفوكاتو ومتيحة مع كمال الشناوي وفاتي الحمامة. جوزت من الفنان محمد شوقي ولكنها لم تنجب أطفال طيلة حياتها. حدث عنها بعد رحيلها وإنه عاش فترة طويلة من العزلة لمدة سنة تقريبا، عزلة واكتئاب وأحزان، لكن أصدقائه وزملائه استطاعوا أن يخرجوا من عزلته. وحكى عنها وقال كانت سيدة مصرية أصيلة جمعني بها حب الفن والحب والعشرة، وكان من الصعب عليا أنها تفارقني لكن إرادة ربنا لا اعتراض عليها أبدا وربنا يصبرني على فقدانها. فقدت أحلى سنين عمري يوم رحلة، عندما كانت تمر عليا فترة بدون عمل كانت بتهون عليا وتقول لي اصبر ربنا هيعدلها ما تشيلش ليها هم. الفنانة سعاد أحمد جمعتها صداقة قوية مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وقال عنها إنها كانت تلقائية بشكل مهول لدرجة أثناء تصوير فيلم ابن حميدو احنا بنمثل مشاهد ابن حميدو كانت بترتجل إفهات مش مكتوبة في السيناريو وكان فطين عبد الوهاب بيبقى مبسوط بيها. توفيت الفنانة سعاد أحمد سنة 1992، ربنا يرحمها وتغمدها بكامل الرحمة والمغفرة.